بيضه بيضه ما حتمشي حال. بما يدبر امورك. شو يا بورا؟ شو هالمزابل هي؟ تاري يا مزاري بذهب، أنا ما كنت متوقع هيك منو. ابن عمي؟ عيون ابن عمك روحه. تحبني أنت؟ بورا لا تقولي لي هيك، أنا بخجل كثير. يعني مو متمني تخلص مني؟ لك انتي روحي قلبي عيوني بورا، معقول هالحكي بورا؟ مو مش لاحلك أنا واعي. صحي. أي قومي بعتلك قتلك شنقتني بريحتك قوم. أنا كنت بدي أغسل قبل ما أفوت، بس طحش ضليتني طاحش لأنه ما بضيع المفاجأة. فاجأت شو؟ جبت لك جاجة الكترونية بيابة بكل فشخة بتبيض بيضة. لا تكون عم تبيض. عم بيض؟ هلا بشوف إذا كنت عم بيض ولا لا. يعني مطالع مصاري مبيع زبالة منيح اليوم؟ اليوم تصبح بوشك لقيت 500 ليرة. بعت لك قتلك، نزعتك لأخي. لك لو شفت بعيني ما بصدق في جاجة بتبيض 20 بيضة بدقيقة. 30 بيضة وأنا أساساً كنت عم مطمت معك بالحديث جوا مشان يصلوا لل 30. لك حاج بقى يا شرفي. لعمة لك وين أنت؟ لك حاج تحلم حاج. لك هون لازم يكون في 30 بيضة. يا سيدي كتر خيرك جبت لنا جاجة بكفي لاحقين على البيض. لك هون لازم يكون في بيض. ضحكوا عليك لما قالوا لك هيك. لك ما في جاجة بتبيض بهالغزارة. لك أنا ما بينضحك علي، أنا شاري صفط بيض و30 بيضة حاطه هون مشان أعمل لك مفاجأة. يا الله لا يقيمك، يا سيدي المفاجأة بتكفي الجاجة، ضروري صفط البيض. يخرب بيت أمك، مين شفط البيضة؟ ليكون أنت لك يا بنت الحرام تعالي هون. خليك عم تبيض أنت والجاجة. لك تعض على عيني. هالحكي كلياته ما بفوت بمخي. عفيف جيت لهو مو صدفة. شو لكان؟ بحيرة منال جاي يشوفي. لك شو بدها يشوف فيني؟ لسه حاطك بباله حبه ما فرق. ابو طمزه بلاها الولدنه بلاها. اذا بيجي لهون انا بارجيه بدي خردقه. لك لا تخردقه ولا تشردقه، شفيء وبديع تشرشحوا شرشحت الكلاب لما حاولوا معه. انا بعرفك انك معجبه فيه. لساتني انا مو معبي عينك، بس انا اليوم بدي اعبيها لعينك. كتير؟ ايه كتير. قديش؟ هلا بتشوفي قديش؟ يعني بتقدر بيطلع معك؟ لك انا اللي بيطلع معي، هلا بتشوفي. ها؟ شو بدك تعمل؟ بدي جيب الطبنجاية تبع جدي. قولي بالطبنجة؟ ايه بالطبنجة بدي اوصه. هلا هذا اللي كان بده يطلع معك؟ لا تجن. جنيت وخاص انا. قولي قولي قولي. هلا بتشوفي شو بدي اسوي. قولي بتشوفي شو بدي اسوي. قولي قولي هلا هي الطبنجة مثل الفرد، جيت البنزين جيت الكازيريا. بدي عبي لك الدبة تبعه خرده لعفيفة. بديع قوم شوف ابو طمزة قوام. جماعة عم يدك الطبنجة بده يوصل عفيف. ما بقدر. العمى بعيونه بيعمل جريمة قتل. لك لسه ما سمع سمعها، بيسمع عفيف مدري شو صار له. انا يلي راحت ساروتي ما انحمقت مثله كل هيك. ايه ما انت عم بكون خايف على ساروتو. ساروتو من اللغة ما بيملك نقلة. انت ساروتو مرت عمي شبنا. لك قوم بديع. ما بقدر.
بقدر. لك ما بقدر. خليك قاعد مع مرتك، رح اروح اشوف شفيق. لا خلص حبيبي بدي خلص. عم تجعني. حط لك مرهم. يمكن ما بقدر. كلهم كم سنة يا دوب البقيانين لك، مو محرزات قضيهم بالحبس. بدي احرق النفس تبعه. لك حاجة الدكة حاجة، هلا بتفقع بإيدها. بدي دكه للبقبوقة، بدي خلي الضرب يفوت من قدام يطلع من ورا. من ورا ولي. بقبوقة؟ شو رأيك أبو طمزة؟ تخلي واحد يقوم بهالمهمة غيرك. جربناه هون، أكل قتلة. مو أنا هو. كذاب، هو مو أنا، أنا طلعت له بالسيخ وعملت له لا بديع ولا شفيق. جوزها مو جوزي. لا جوزك مو جوزي. ايه لك عن مين؟ هاني من خبره انه منال اتجوزته لعفيف، ما بيحل عنه ليخلص منه. اجدباد يعني بعطيه الطبنجه؟ لك لا، هيك بصير شريك احسن. تقعد ما تصيبه لعفيف، بياكلك بلا ملح. لك انا ما صيبه؟ لك انا عشت الكبريته بصيبه، انا اذا حطيتوا لي ابره بصيبه. بدك يعني هذا الشنتير اللي طوله مترين ما صيبه؟ لك هذا الشنتير اذا بتحطه على بعد 200 متر وبتغمض عيونك، لك شلون ما قوصت تجي تضربي فيه؟ بعرفك ما بتبهر بس تحكي ابو طمزه. انا ما عم بهر، ابو طمزه ما بيبهر. ايه بهرت وكترت، شلون بدك تصيب خرم الابره؟ شو قناص ولا فناص؟ حطوا لي علامه بخليكم تشوفوا بعينكم. لك مصدقينك، نحن مو انه مو مصدقينك. هلا قوي عصاك، اقنعوه يا بنات حاكوا. ولك ابو طمزه حيوانتك بلاها. عمي جوز امي الله يوفقك بلاها. بدي خليكم تشوفوا بعينكم. لا ترد عليهم، لا ترد عليهم، انا ما بصدق لحتى اشوف بعيني. ولك خلاص خلاص مصدقينه بدون ما اشوف. لك اتركه بقى، يعني ضروري هالاستفزاز. ايه مالك شايفه شلون عم بيقض علينا؟ قال خرم الابره، بحياته مو مقوص ضرب. هلا بتشوف بعينك. ابو طول هلا ابو طمزه بلاها. لك شو رح تعمل؟ حطوني سيء. لك يا جدبان لا تخافوا، ما بيطلع على البيت. دير ايدك بليز. لك تعتم على فيس عبدي. هذا برميه شوفي. انو برميه؟ ابو طمزه كله فاضي، انو برميه بالدار؟ هذا الاخضر قربي لي النص، بدي نيشن عليه. ايه على راسي. اوعي 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 اوعي. منيح ابو طمزه؟ دقيقة شوف، منيح معي من هون، منيح ماشي عليك. لحظة من فضلك وقف دقلك، نحن ما اتفقنا على برميل، نحن اتفقنا على خرم ابرة. الابرة ما بقدر اشوفها، حطوا لي شغلة قد الابرة تنشاف معي. عمو عمو ليش حال هالشكلة؟ انا هي اللي على راسي. اوعي ابو طمزه، اوعي وليك، هلا بدك قبليز. ايه بس نحن ما اتفقنا على الشكلة، نحن اتفقنا على خرم ابرة. هلا الشكلة هالعدة ما اتفقنا عليها؟ خلصنا بقى، مرق له اياها هالمرة. طيب ماشي الحال، ماشي الحال، بس انا لحتى فرجيكم انه عم يبيض ويكش. لك بلا يكش بلا يمش، خليه يضرب الضرب على البرميل قبل ما يجي عفيف ويرتكب جريمة دمه فايح. خلص ماشي، حطوا له الشكلة، حطوا له الشكلة. عمو وين بدك حطها؟ ايه خلصيني بقى، هاتي الشكلة لشو؟ شايف الشكلة أبو طمزة؟ طلع فيها مين؟ ليكا هون ها؟ شايفة من هون؟ وين الشكلة؟ لك ليكا على البرميل، مالك شايفة؟ أرجيني لشو؟ أيوه هلا 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 بانت معي ها. بعد هيك بدي أوّس ها؟ هلا أوّس. بدي أرجيكم سرعة وإطلاق سوا لحتى تعرفوا أبو طمزة مو لعبة. واحد اثنين. Thank you.
شو في حدا يلي خير؟ شو ابو طمزي فحط طبنجه بايده كان بده يقوصه. ما في شيء، ما في شيء، جرح بسيط. ليك جرح بسيط، الدم رح يصفى. قوم معي قوم. شو لازم تسحفه؟ شو تسحفه؟ كان بده يقوصه. هلا برجع. الله لا يرضى. مو إلك إله. ليش جايين على بكير؟ ما في شيء امي، خدمونا بالشمع الاحمر. وين خدموكم؟ بقصد مين؟ التموين مرت عمي. خير شو صاير؟ ما في شيء، لقطوا عنا جنزات مقربه. وليه؟ انتوا دخلتوا شيء بالموضوع؟ لا امي الحمد لله، نحن لا بنحل ولا بنربط، لا بالاتصالات ولا بالانكسارات. وصار فيها دك ولا انقضت بس بختم الشمع الاحمر؟ شو صعبت البعنه واللي ندك؟ وقديش سكروا المحل؟ شهر امي، يعني عنا شهر اجازه. اجازات ما في، واليوم رياحه، بس بكره شغل. ها وين بدنا نشتغل؟ اقري قصي، مليانه هي الجريده شغل. شو امي صايره عم تشتري جرايد؟ ما في بالعاده، بس هي الجريده شيء الاعلانات بيوزعوها ببلاش. بوران ما عندنا زيت. نجيب قنينه من دكانه ام هاني. ام هاني بشهر العسل، كل لسه ما فتحت. قال شهر عسل، قال شهر عسل، قال ايه. ورحنا جايين شفنا ابو منال غاطس بحاويه زباله، مدري شو عم يشد من كعبه، قال شهر عسل. معناته غسل البطاطات قبل ما ارجع. ليش غسلهم انت ولا ما بتقدر تكمل معروفك للاخير؟ لك انا خرطوش الفرد تبعك انا. روح تعوا يا بنات. ابو طمزي بعد الاكل الناس شو بتشرب؟ كاسه شاي. اجلي خلص جلي والحقني فيها يلا. اللي سرقت مملحه. ايه مبروك يا زفا. لك بوران، بوران. لك قومي لقلي. شوفي شو بدك. لك قريبة على هالنوم تبعك، قومي لقلي. شوفي وين القهوة؟ لك أني قهوة؟ لك الديك، الديك ما عم لاقيه. وين راح يروح قتلي؟ شو بعرفني، دورت على البيت شبر شبر ما لقيته. حدو الجهنم، أصلا أنا كنت بدي أذبح وما في إلا نافش ليري شو عم يتمخطر على الفاضي. بوران، أنت أنت بدك تصيري تتعاملي معي باحترام؟ ها؟ على ايش؟ لا ماضي لا حاضر ولا مستقبل. مو قضية ماضي وحاضر ومستقبل، بس انت من وقت ما رجع عفيف تغيرت احوالك. شو قصدك؟ شو قصدك؟ قصدي ما الحب الى الحبيب الاول. انت رجال انت. ايه ومن بعدي تموت رجال. لك انا الرجال. مو عيب لك ان تحكي على مرتك هيك. وانت مو عيب عليك، قلبتي لي خلقتك من على بكره ومو طايقه تشوفي منظري. لك ما بتعرف اذا انا ما شربت قهوه ما بتتفتح عيوني، بيتعكر المزاج شيتي. ايه اسوي لك قهوه. لك رح اسوي لك قهوه ودي الحال كذاب لورا الباب وشوف اذا بتتغير احوالك ولا لا. روحت بعت لي بديع بطريقك. عمو هلا جبتني لهون مشان تحذرني حزازير. لا مشان تسليني. كنت ضل هونيك، انت تسليت كثير. انا وياك هنيك ما لنا اصوات، يعني شو ما حكينا يا منتبهدل يا منطلع بسوا الوش، وباحسن الحالات ما حدا بده يرد علينا، بقى شو بدنا بالقعده نحن هني؟ معك حق، ما حدا بيحسب لنا حسابه بهالبيت. بيني وبينك انا خروق. اذا انت خروق انا بمزحها. حاشاكي، انا اللي بمزحها، انا الشاطئ انا. انا هو هو، مين ما تعرف علي بيستوطي حيلي. عمو إذا أنت بيستوطوا حيطك أنا مو شايفين حياتي بنوم. إذا أنت مو شايفين حياتك بنوم أنا كلياتي على بعضي مو شايفيني. الله يخرب بيتهم، شلحوني المصاري اللي كنت مخبيهم لآخرتي. إن شاء الله يا رب بموت وبتلبكوا فيني وما بينورني يدفنوني. يخرب بيتهم على الأذى اللي حقفلها. إيه نايم. قوم نطلع على دكانة أم هاني، جيب لي فاصولية ورجع على السريع. لك ما بقدر قوم، لك رغبتي عم تجعني، موزمة، عم تنعف علي نقف، روحي انت. أنا ما بحكي معها. طيب اتصل لك بالتليفون بهاني خليه يبعث لك الفاصولية. لا لا اتصل بهاني، نحن ما صدقنا إمتى هاني بطل يفوت لعنا، هلا بشوف منال بجن جنونه. لك أنا بعتي حدا. الله لا يوفقك. يا محمد. لك يخرب بيته، انا بتحمل نشرة الاخبار كلياتها مشان نشر جوية، ولما صار وقتها تعطل. لك مو هيك، هيك بتنزعوا اكثر. انا بعرفته واشتريته من سوق الحرامية، هن قالوا لي وقت بيسنح ما بيجي غير هيك. اجي زبط زبط. ايه مظبوط. عم بيجي لبالضبط. ايوه يا سلام.
البلاد وتناقصت الغيوم على المناطق الغربية والجنوبية بشكل واضح مساء اليوم. هذه الغيوم من النوع الممطر. هناك في شمال أبو طمزي وشك على الكازية. ليش الكازية هلا؟ ومجيب مازوت. ما سمعت المذيع شو حكى؟ شو حكى المذيع؟ الجو صاحي ودرجات الحرارة فوق المعدل. معناتها رح يجي منخفض وتنزل درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر. ما حلك تحفظ درسك؟ بردتيني. لا ستي مو لهالدرجة هي. عم قل لك قوم ولا ما بتقتنع إلا بس يدب الزير بالجب. هلا الكازية بتكون سكرت؟ لك ما بتسكر لبعد 12. لك طيب بروح، بس على ايش مستعجلة هلا؟ عم بقول لك بعد 12 بتسكر. إذا لقيتها مسكرة بروح الصبح. وليش ما بتروح هلا؟ لك بدي أشوف المسلسل. لك بعد تخلص الدعايات إلا بتكون رحت ورجعت. لك هلا بلا ما الشعر الصوب يا بكرة من قبل الضوء بروح. عم بقول لك قوم روح هلا، ضروري تقعد مثل النسوان قبال المسلسلات. رايح مبصي بلا ما نشوف. لك إن شاء الله يا رب بموت وبتتبكي فيني وما تغيرنا تدفنيني ولي على حظي أنا. هلا روح دايما بهتني. أبو طمزي شو؟ شيش ومشعل الصوبيا. ما في برد طبعا. نام بدك تبرد، ما عم نضيع ولا حريرة. هلا ورد هلا ورد ما يدق الكوز بالجرة. بدك تذكريني بمصيبتي. شعل الصوبيا، ما حدا بيقرب صوبك. ترى شعلها بس تأثني على الموضوع نهائيا. اليوم فاضي. شلون فاضي؟ لك اتركته مليان، مدري مين مفضيه. قلت لك لا تحطه برا، قلت لي الدنيا امان. وانا شو بيعرفني انا؟ خلاص بلا سيرة ابو زيد، نط على الكازية ابي ورجع. ما في اللي رايح جاي من الكازية، رايح جاي. شو انا خدام اللي نفضك انا؟ مو خدام اللي نفضني، بس انت رجال البيت انت. هلا الرجال ما له غير يروح على الكازية؟ في كتير شغل له الرجال. اقلع لي عيني بشغله واحده وانا مستعده اروح اواضك على الكازيه. هو علينا بوران. هلا انت مسكتي علي همسك، ما بقيتي تحلي عنه ابدا. لا ما حلي عليك عني شي شوي لحاله بدي محبي. ان شاء الله يا رب بموت على طريق الكازيه. بتتبكي فيني ما تغيرنا تدفنيني. لك يخرب بيتكم يا اخ. يخرب بيت المازوت وساعة المازوت ويلي بيجيب المازوت وريحة المازوت. اتفضلي اتفضلي. ايه شفت هيك ما احسنها؟ صرت بتسوى تقلى كيروسين وبنزين مو مازن. ايه تحكي علي، مفشيني مثل الديك. شو بدنا نعمل؟ ابتلينا فيك، وإذا ما نفشناك ما بنشعر بوجودك. نحنا لحالك ما بتنفش. شوفي بورانا، إذا بدك تضلي هيك بدك تعقديني. سكريني على الموضوع بقى. أنا اللي بدي سكره ولا أنت؟ شو طالع بإيدي؟ ما في باليد حيلة. ما شاء الله عنك، بس تقصد بتقصد. هلا فهميني، حط لك يا جوا ولا برا؟ لك لا شو برا جوا. بدك ياهم يسرقوا لك المازوتات مره ثانيه؟ هون تطلع علينا الريحه. لحطه بالمطبخ عفيف ما بيصل له. شو عرفك انه عفيف هو اللي سرق المازوتات؟ دافع عنه. ليش مين في غيره هون حرامي؟ لك سكوت، دود الخل منه فيه. ليك الصوبيات كلياتها شاعله. على الحاله بدي اضل طول الشتويه عنا هون. احسن ما تضل رايح جاي رايح جاي على الكازيه. طيب يعني هن ليش ما بيشتروا مازوت؟ ليش؟ لك لا تقلل لي قلبي، احسن ما ارجع افتح الموضوع. ها انا موضوع اللي بكشش لك بدنك. طيب لكان احسن شيء نحط له جريده تحت منه. ليش؟ لحتى ما يفش على البلاط. بيخربوا له البلاط. بينزعوا لانه مرمر. نحن عنا ولي يا اخي رب الجريدة. ولي بوران مدري شو انفق فيني. لك ارمشي. عم ارمش. شو طول السهرة بدي اقعد ارمش؟ حط لك شي عليها. شي شو؟ يعني لبنة، جبنة، زيت وزعتر، سمنة وسكر، اي شي. يعني من هالشغلات اللي عم تعديهم كلياتهم في عنا شي نحنا؟ دور يمكن زعتر. وين بدي دور؟ بالمطبخ. وين يعني؟ لك شغلات المازوت والروح على الكازية، قلنا هي شغلة رجال، امنا وصدقنا، بس شغلات جوات البيت هي شغلة الحريمة. شوف لو المهام موزعة عنا هون بالبيت كنت ما قلت لك، بس مو معروف شي من شي عنا هون.
هلا رجعتي تعزفي لي على نفس الوتار؟ في رجال بالكون بيخلي حرمته تطلع على الديار بهالبرد؟ كلها مترين من هون المطبخ، ما حرزت عملي لي عليها كل القصة؟ الظاهر ما رح يمشي الحال من غير ما اعزف على الوتر. قوم شوف مين عم يعزف على الباب. طب ده إلك ولا للديب؟ خس الديب. شو خس الديب؟ مالك شايفه حامل الطاسة؟ لا يا أمي لا، بدل ما تقولي خس الديب. أنت عوض ما تجيب لي مازوت جاي تشحد من عندي؟ منين؟ ها؟ ولا نكلة؟ أنت لازم تصرف علي، مو لازم أنا أصرف عليك. هو أنا المفروض أصرف عليك أمي، بس يا حصرتي أنا موظف، الراتب عم يطير قبل ما أحك راسي. عم يطلع لك محروقات. 600 ليرة مساعدة. أنت منيح في مين يساعدك، أما نحن لا. إسلامة أبو طمزة، بيطلع له بلاوي من قفز بالي. عال، وأنت شو ناقصه؟ ما تعمل لك برمي على الحاويات بعد الوظيفة، ما بتعد تحتاج حدا. يا عيب الشوم عليك، أنا موظف دكان يدور بالحاويات، بركي حدا شافني فضيحة. ليكك لابس شماخ، ما رح حدا يعرفك. يعني ما في فايدة؟ لك مو بخل، بس مشان تتعلم درس. نقطع ولا نقطع؟ طيب ليه تخلفتونا إذا معكم ماذا؟ غلطنا. حرام هيك ما بيجوز، كنت تدقي له شوي. مو حرام، إذا ما انقرص ما بيتعلم. وين قعدت؟ روح جيب الزعتر روح. لك إلهي يا رب جيبوا زعتري وما بيلاقوا زيتي، لحتى تحتاري من عندك الزيتي يا رب. إلك ولا للديب عمي أبو طمزي؟ شو بوران؟ إلي ولا للديب؟ ما بدنا نعيد نفس القصة، روحي لعند بديع بيحكي لك. ليش بديع عنده مازوت؟ هلا لا تلعي لي قلبي، روحي لعند بديع وخلصيني، العين تخرق فيكي كرق، ما بيخرق فيكي إنتي إلا البرد. هي ام هي بتعرف لو انا اجاني ولا انا ما بجيب ولا كنت ما عبيت له مازوت تعبيت له من دمي زهرة لا تجي على امي امي خطي ما بتموت امك ما بتموت ولا هداك اللي ما بيقش ولا بيرجع تفضل فوت سكرتني ما بعتك الهواء اهلي امي بعتتني لعندكم همت بعتتك لعنا؟ ايه عبت لنا مازوت؟ لا طلبت منه مازوت قام قال لي روحي لعند بديع هو بيقول لك يا قلتلك بديع بيقول لك؟ ايه قولي له زهرة انا مالي قلب الا لا ليه؟ احطي احطي سكري الباب وان سكري الباب وان فات زبور هوا وهذا الحكي كانت امك بدها تحكي لي اياه بلا بس امي استحت هلا قلنا طريقة مشان البرد طريقة ما لنا غير نضب على بعضنا يا رب ينفقد المازوت هيك لك ايه بس هيك بادلوني وقالوا لي احطي وانا جابوا سيرة الشي بالبهدلة لا ليش شفيق مشان يكن لي عين روح اسهر عند امك شو بدك بالسهر عند امي هلا بيناموا على بكير لسه ما بنلحق نركي جنبنا الا بصيروا بيتعبوا وينك ما بدي اسهر للصبح هاتي هاتي هالطاسه اللي عليك لحطها تحت البطانيه والحافه وزبطي لي اياهم على كتافي هاتي زبطيهم لك شو بدك بالبطانيه هاتي شو بهوني ايه بدي اخبي الطاسه تحتها بدك تاخذ الطاسه الفاضيه معك لهوني ولك شي مره شي مره اقلع عيني عيني وافهمي علي من اول مره شو بدي افهم عليك إذا الموضوع بشكل عام ما فهمتي تفصيلات بدي فهمك ياها تفصيلات شو؟ خلص خلص اسمعي منيح شوفي هلا نحن بدنا نروح نسهر عند أمك وأنا بدي بدل الطاسة الفاضية بالطاسة المليانة ماشي؟ فهمني شفيق لك يخرب بيتك شو تصمك هلا أمك بس نروح لهونيك بتروح تساوي شاي مزبوط؟ لا مو مزبوط أمي ما بتعمل شاي عمي أبو طمزة هو اللي بيعمل الشاي أبو طمزة؟ إيه طيب ابو طمزه بيروح يعمل شاي وانت بتلهيها لامك بشي شغله شو بدي الهيها بشي شغله بتجيبيها لهو بتفرجيها على شي شو بدي فرجيها ولك يخرب بيتك ولك بليكي في قتلك شو بتحطي عصيب الدوالي يخرب بيتك شو ما عندك حس مبادره بنو خلاص طول بالك لا تعصب يلا امشي لا غيرت رايي هلا خلينا نقعد ما حلو نروح لعندهم دغري بيفهموها على الطاير بعدين قعدي قعدي بعدين بنروح مساء الخير ابو طمزه مساء الخير حماتي اذا جايين مشان المازوت يعوض عليك لا
لا يا حماتي، معقول نجي لعندك مشان المازوت؟ بعدين معقول نفكر بهالسفاسف؟ نحن جايين لعندكم مشان نتونس فيكم ونشرب لنا كاسة شاي عندكم. أهلا وسهلا عمي، لك فوتوا فوتوا فوتوا. دي 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 خيي عالدفا خيي دودو. طيبة، أي ما الحرام من على كتافك. شفي قوم اقعد جنب الصبية بتدفعي. معلش ما حابب اقعد جنب الصبية، بخاف اذا طلعت لبرا يلفحني الهوا بعدين. انو هوا يلي بسمعك بيقول في برا عواصف؟ معلش انا ما بحب اقعد جنب الصبية، مرتاح هيك مرتاح هيك. ما بتحب تقعد جنب الصبية؟ يلي بسمعك بصدق، يلي بشوفك الصبح كيف كنت لازز بالصبية قبل ما يخلصوا المازوطات ما بصدق هالحكي. عم تغيرت من الصبح لهلا. للغدا غدا شو صار لك؟ تذكرت. شو تذكرتي؟ امي شفية مخبي. لك شو رأيك حبيبتي شو صار لك؟ رقعت بنطلونه. لك ولو يا شفية، نحن اهل بنخجل منا نحن. لك بسعر ابو طمزة. شو هاد مصارينك عم تكركع جوعان؟ جوعان كثير. كول هاي زيت وزعتر. خجلان من الرعقة، اشتاح البطانية اشتاح بلا حكي فاضي. أنا ما بحب فرج رقعتي لحدا، لأنه نفسي كثير عزيزة وغالية علي أبو طمزة. شفي مستحي من أمي ومن عمي أبو طمزة. لك أي من هالحرام بقى؟ شو ها؟ حنيتي كفك انبسطتي؟ شو عم تعمل هي معها؟ كنت آخذها لعند أم هاني مشان أشتري من عندها مازوت. ليش أم هاني بتبيع مازوت؟ ايه ايه ايه، ام هاني الها بالعادة بتبيع مازوت. لا ما الها بالعادة تبيع مازوت، بطلت هالعادة من زمان. ولك يخرب بيتك، الله لا يعطيني العافية ومثل اللي حكيت لك. هي 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 ما شاء الله عمره عمرين وما حدا يتدفى. شوف خلاص ما ولا يهمك. جاي انا وزهرة امي تشقى عليك. شو شايفك جايب عودك معك؟ ايه عودي رنيت عودي لي، وين ما بروح باخذ ريشتي وعودي معي. ترجع لنا راسنا بجعيرة. بدي اعزف معنا غني تخلي العالم كله تسمع فني. ما بتعمل اذا ما بدك يانا بنروح بنرجع نحن. مو متضايقين ولا شيء، بس مو ضروري يجعنا راسنا بجعيره. بدك تدق روح دق بغرفتك، واللي بده يسمعه يلحقه. الله يلحق الحبل اللي بدله. قلنا من دق قدام الصوب يا أمي، بركي بيطلع اللحن دافي. إذا بتشربونه شاي ما بخلي يعزف. لك فوتوا عمي، بنلعب لنا برتية محبوسة وبعدين كل مين بيروح على قطه. العب قد ما بدك، الله لا يشبعك لعب. قوم حطه أنت للإبريق على النار. لا أنت حطي الإبريق على النار، وأنا بروح لعند أم هاني بجيب سكر، لأنه هذا شغل الرجالة. ماشي، قوم انتتر لشوف. إيه دحان تتر. بعد ماما. روحي أمي. عشي بوان لك شو هاد؟ شو عم تساوي؟ خلاص انت سامع صوتي بينرجع تشك. كم كيلو شي؟ وإيا ونص. إيا ونص، الله ياخدني وياخد السكر وياخد الشرحة. مساء الخير أبطمزة. مساء النور، شو هاد مازوت؟ إيه مازوت. خلطوش فرد المازوت أنا. مهني فاتحة؟ لا مسكرة، ليش شو بدها؟ بتقالي عندك شوي سكر؟ ايه في حقني للبك. لك خلصنا بقى لفلفة هلا بتجي؟ ما بدي لفلفة، لكن انتو تتدفون احنا نموت من البرد. اخي ما اتفقنا على النص على النص. ليك اذا بتعطيني اقل من النص بفضحك. شوف شفي دقك هلا على نص راسك، عم بقول لك على النص يعني على النص، شو عم تفهم انت؟ شوفي شوفي ما في شيء مرت عمي، انا هون واقفه مدري مين مرق قالوا لي بدهم نعود مدري شو ما بعرف شو بدهم. ايه بقى لكم مرت عمي بينما تشعلي الصوبيا الفاضيه هي فاضيه ايه بيظهر خلصيت او يمكن مسدوده يبعث لك قتل شعب تكرعي انكرعوا لا لا كتير خالصه فاضيه. معناها مو مسكرينها منيح مرت عمي، كان لازم تسكروها منيح. سطلايت اعطيني البيدون بكفونا من الساعة وكل واحد يقحط على قطه. هات العبية بعد. ريحة مازوت ما؟ ايه ريحة قوية. شفتيها عم تنقط؟ منيحة منيحة. معك كبريت؟ ايه في كبريت. شعي. كبرت عمي. عمي كأنه عم تشر الصوب يا ما. شوفي لي اياها شعلة؟ قوام قلق بتفقع عم تدخن قوام. قوام قوام شعلة. فيها شعلة؟ لسا لسا. هلا بدها تشعل. بدها تلهب لهب. يلا حط. قول نصحك كمان. شوفي لي يا مرت عمي ماشي عليك حط.
ايوه شعلت شعلت اوعينا مربين خليهم يدفوا. شامي ريحة لحمة مشوية، أنت شامم هيك شيء؟ آه، أنت سادة، ريحة لي مثلية. إيه قوم حبيبي لك أنا قوم. ما بقدر. لك شلون حبيبي قوم أحسن ما يتجمعوا عليك القطاط، قوم حبيبي قوم. ما بقدر. قوم تبرني قوم. جوزي اعترى يا جماعة، جوزي اعترى. ربي ربي ما بقدر أمشي هيك. تعال حبيبي، تعال، تعال شوف برني، تعال. ورجيني يا ورجيني يا اعترى يا جماعة. الله يكرمك انت واخي ابو تمزه، يعني انا قلت لحالي انه انتم اكثر ناس بتعرفوه، لانه بالماضي كنتوا تشتغلوا انتوا وياه، وهذا الدنيا يعني هو جاركم. الحقيقه انتوا شو بدكم بهالصهر؟ عفيف واحد نصاب ما بيقدر يحوى بنات العالم. عداك عن هيك متجوز ثلاثة. هي ما فيها شيء، ما فيها شيء ست فراد، لا ما فيها شيء، يعني رجال بحقله بحقله. ينعم المهم يعني احسن ما تزيغ عينه لهون ولهون، مره على الخراطه ومره على الفيزون. شوف انا من رايي بعدين البنت مخطوبه لهاني، انتو شو اللي خلاكم تنضربوا على قلبكم وتوافقوا على العفيف؟ الحقيقه اختي بورال خانو، يعني البنت مو خالت مشتها هذا اللي اسمه هاني. ايه ايه ابدا ما بدها اياه بنوب، مو رغبانته، بس انا بالسرمايه خليتها ترغب فيه، لانه اخي ابو تمزه يعني ما جاها نصيب. وبعد ما حكى معنا عفيف لك جحشت، ايه تسوار جحشت وقال ما بدها لي. بيني وبينك بالنسبة لل شو على كيف ها تروح تبوس ايدها والشقفة اللي صح لها واحد مثل هاني، ولا مفكرت اللي حالة بنت خرم بيك؟ لا تأخذني ابو تامر يعني. ايه بس شو فرقت يعني بين هاني وعفيف؟ اخي ابو تمزة اثنين مفلسين طبعا، لانه اسمح لي، هاني مو مفلس، عنده بيتين وما عنده اخوه وعنده دكانه، اما عفيف اللي قاعد عم يشحد هون وهون. المشكله يا اخي ابو تمزه، البنت هددتني اذا بزوزها لهاني قال يا بتسم حالها يا بتحرق حالها بزيت الكاز يا بتفتح قنينه غاز وهي نايمه. اجا شعلت كبريت من طير حدا ستين جهنة تطير وتطير معها كمان، انت عندك 15 غيرها. عندك 60 جهنم واحدة، هدول بناتي كلهم غاليات على قلبي، ايه؟ وخاصة هاي رشا الكبيرة. أب لك، أب أنت من حقك ويكونوا غاليين على قلبك كثير، بس لا تصدقها ما بتعملها، ما بتحرق حالها، حركات بنات هدول أنا بعرفهم مني. وبركي عملتها أبو تمزي، يعني بركي عملتها. أنت فهمها، اللي عفيف بده يتجوزك يومين وبعدين بكبه. يكبها؟ ايه كبها، طالما نفسها بعفيف خليها تجربه. احسن ما تقول انه ابي غصبني. لك شبنا شبنا ابو تمزه، احكي لك كلمه، شبك قاعد مثل ناتور الدرا. لك انا جاي اخذ رايك شي. الحقيقه ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بدك تقول له يعني؟ اخي ما بننصحك نحن بعفيف، بدك تعطيه انتحر، ما بدك تعطيه كمان انتحر، تنباع بالعز. وهذا هاني شو عامل؟ جانين، صارت معه نفس الكريزه تماما مثل لما تجوزت مناول. كمان اللي عم يصير معه مو قليل، هلا كل ما حط عينه على وحده بيجي هذا المقوص عفيف بخلصه اياها. يا اخي بينه وبينك الدنيا اسمه نصيب، بعدين هاني مو صيدي. هو ماله شخصيه قدام النسوان، المرأة اذا ما كان الرجال حنشل من الحناشه ما بتحب تعيش معه، لك لازم يطبعها. طبعا، والا بيفلت الزنبلك تبعها. هلا ام هاني كل يوم انا بعشيها ببهدلي مشان ما تتمرد. وبوران هيك؟ مرأة شخصيته قويه، بس انا قطعت راس القط من ليله العرس حطيت النقاط على الحروف حتى صارت لك بايدي مثل العجينه، هلا ما بلتفت عليها هيك الا بتفهم علي. اهلين. لكن لازم الواحد يفهم على مرته على الطاير، العلاقه لازم تكون قائمه على الحب المتبادل والتفاهم. لكن ولا بعدين الحياه ما بتنطق. عن شو عم تحكوا كنتوا؟ احكوا لي عن شو؟ عم ياخذ رايي بالعلاقه الزوجيه. لا بوران لا، عم نحكي على هذا المسكين هاني، كل ما زبط وحدي بيجي عفيف بخلصوا اياها. من حيوانتهم؟ ايه بس الرجال لازم يعبي مركزه، ما بصير يكون خرو.
انا يدفعوا لي ذهب الارض ويقولوا لي تتجوزي مايك تايسون، بقول لهم لا بدي واحد مثل الخاتم بايدي، شو ما قال له يقول لي حاضر ويزق اغراض. مشان هيك ندمانه لاني تجوزتيني، انا ما بتنطبق علي هالمواصفه. لا لا ندمانه ولا شيء، بالعكس مبسوطه كثير، ما في وحده بالمعموره مبسوطه اكثر مني، وما في وحده بتلاقي رجال مثل حكايتك. سويت له قهوه؟ لا ما سويت قهوه. قام ساوي. لك الله يصف عمري ويريحني منك ويخلصني من البيت. لك لك شفت انا ما بقتنع. لا ما لك قوم لا تفضحنا، تحرك لك تحرك، فضحتني. اوه مريم عاجبني نومي. الارض موسخه، هلا بتوسخ حالك. قوم لك هم لك 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 انا بدي اتوسخ، انا بحب الوسخ. لك ليش عم تعمل هيك؟ فهمني. عم بشتغل شغلتي، مو انا بمسح، عم بمسح الارض. شو علي انا بمسح؟ انت اكبر قدر ابن عمي. اه انا لا اكبر قدر ولا شيء، انا طرطور حقي فرنك. لك لا تفضحنا. بدي اطلع امسح امسح الديار كلها. ادور ابن عمي ممكن تفهمني من شو زعلان؟ لك انا بدي افهم بس، فهميني بس فهميني. لك انا رجال ولا مالي رجال؟ فهميني. لك رجال رجال، حدا قال لك مو رجال؟ طالما رجال لك ها، طالما رجال ليش كنت عم تخرسيني امبارح قدام ابو تامر؟ هلا مشان هيك زعلان. طبعا ما شفت شو قال لي؟ قال انا قاعد بدون اطور الدرع. فشل بنص عينه، ما بيجي اتكاح لك بالرجوليه. لا ستي ما فشل، وانا ناطور درع، وانت ما عم تحترمي. خلص الك علي اني انا ما احترمك. وبنتك لما كانت بتحكي ليش طلعتيني لبرا؟ ما بدي وجه لك راسها. ما بدك توجعيني راسي تطلعي انت وياها لبرا، مو بتابعيني لي لبرا. خلص ابو طمزه ما بيصير الا مثل ما بدي امسح حالي بالاراضي كلياتها، بدي امسح حالي بالاراضي كلياتها. شو فيها من هلا ورايح؟ اذا بتقللي انت قدام العالم بطلع بمسح الحاره كلياتها، فهمتي ولا لا؟ فهمت. ما طعمي. فوت. ايه تعال فوت. لك فوت. وهمك فوت. مرت عمي؟ نعم. بدي احكي معك بموضوع. ايه على عيني، ممكن ابن عمي تتركنا لحظة؟ انا طبطوب، لك انا مو انا منيح منيح. لك قوم قوم، غلطنا. انا ما جيت، ما يصرف عني الى ان يخلصني من العيش. لا خليك خليك ابو طمزه، مو غريب احكي. لا ما بدي احكي. مرت عمي انا عايزك بموضوع خاص وحساس كثير كثير، باعتبارك ولي امر غاده. ولي امر غاده؟ ابو طمزه احكي معه مباشره. شوفي راح احكي. غدا ما عم تحلب صافي. شلون يعني؟ يعني عم تلعب من ورا ظهري. فشل صار ميت على جسمك. انا هي عم اقول لك شفتها بعيني لما ضحك لها بالسرفيس. لا 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 انت مالك بنات عنا النوم؟ واللي بدي اشك فيك هذا ما بيشرفني انه احكي معه نوم. طيب خليني فهمك. ابو عليك. طيب اسمعني من الاول. ساعتك واقف هون ولا؟ لحق اضحك كف بتعرف خليك تلم اسنانك من تحت الكراسي. طيب خلوه يا بنتكم بوشكم لشوفكم كنت تعملوا بعدين. ألف واحد بتمنى صنعتها. شو لقيتيني؟ إن شاء الله أكون عجبتك. تسوى تقلك ذهب، تقلبك ال... ليش هيك طالع مثل طرزان؟ وين كنستك بهالبرد؟ بعتها. قديش بعتها؟ 25 ليرة. 25؟ الله لا يعطيك العافية. لك الله يصف عمري، أنا عم ضحي وعم بتنا من بردي مشان يتعالجنا. إن شاء الله إلهي تموت بالشدة وتتلبك فيني، ما بتلاقي يرد تدفنيني. خود هي حبة للنفخة، راس براس. اسمع اسكي رح تنفذي. سيك، مين قال لك تفلت على الأكل فلتان؟ بطنك مو إلك، الأكل مو إلك. لك ما فلتت، عم دوق دوقان، أعطيني مي. ضروري تدوق من كل الأصناف. لك شغلات ما بنعرفها، ما بدنا نعرف شو طعمتها. المهم بلعها هلا، هلا بتروح النفخة.
نفخ. بدي احكي معك بموضوع كثير كثير مهم. موضوع ايش؟ شان الانتخابات. شوفي يعني هالمصاريف اللي ابن عمك عم يصرفها كل مره كل مره على الانتخابات مو مشان الوجاهه. لك مشان ايش؟ ما حدا بيحط ملايين بس مشان الوجاهه. لك فهمنا، فوتي بالموضوع، بتعرفيني ما بفهم الا خبط لزق. ونحن عم نتعشى فلت من لسانه كم كلمه من غير ما ينتبه. مثل شو؟ انتو عندكم كتير قرايب برا؟ كل قرايبيننا برا، هون ما في غيري انا وياه. هذا ابن عمك عم يجي مصاري من برا بحجه الانتخابات، عم يبعثوا له. لا منعرفون ولا بيعرفونا، والاخبار مقطوعه من زمان. مقطوعه عنك مو عنه. ستي الله يبارك له. ايه الله لا يبارك له، انت احق منه. بشو؟ بالدعم، انت كبير العيله، انت اللي بتمثلهم هون. اوكي خلاص راحت علينا. لا طيب انا شو بقدر اعمل؟ فهميني. بتبعت لهم رسائل بتقول لهم انه ابن عمك مو سائل لا عنك ولا عن عيلتك وعم يرشح حاله مش عم يبعثوا له مصاري. افهمت؟ هي خلصنا من اول رساله. هلا اجينا اخي الحبيب والقمر الذي لا يغيب نجيب سلام سليم أبعثه إليك مع النسيم على جناح الأثير. وبعد ليش هيك قاعد ملقوح مثل شو اسمه؟ عم بكتب الرسائل. قوم هلا في شيء أهم من الرسائل. شو في أهم من الرسائل؟ قوم قدم طلب ترشيحك. لوين؟ على الانتخابات. أنا؟ أي أنت شو ناقصك؟ وأنا مين بده يصوت لي؟ يمكن يصوتوا علي. لكن صوتوا لك ولا 60 حدن جهنم ما يصوتوا لك، نحن شو بدنا بالأصوات؟ لك ليش ترشح علي؟ مشان نبعت صورتك الانتخابية بالرسائل لقرايبينك. قوم. وبركي نجحت بالانتخابات؟ بتبهدل؟ لك ليش لحتى تتبهدل؟ لك أنا ما بعرف أحكي كلمتين على بعضه. بس يطلع لك بيت وسيارة وراتب أكابر وصير تطلع بالتلفزيون بتصير بتعرف تحكي. ليش هيك رافع اجرك؟ شو تعبان؟ اخ ما بدي اتعب. من مختار الحاره لقيد النفوس، من قيد النفوس للاحق ما عليه، من لاحق ما عليه لا مختار الحاره. لك هلكت هلكت على الام رجلي. ضروري تخلص كل شيء اليوم، كنت بتقدم وراءك بكره. لك ما في مجال اليوم، اخر يوم اليوم. الله يعطيك العافيه. ورحت كمان على المطبعه مشان هدول الصور. اني صوره اخترت؟ صرت صوره حلوه كثير كثير حلوه. ارجيني لشو؟ منين هذا الطقم والجرافي؟ من عند المصور، وقلت له كمان يسود لي شعراتي شوي. طالع مثل السعدة. لك على مثل السعدة؟ لك انت لا تشوفي. الله يخطف عمري الهي، ان شاء الله بموت وبتتلبكي فيني وما تلاقي ارجع تدفنيني فيها، اساسا ما حدا حيدمرني غيرك، عم تدفشيني كل دفشة اكبر مني. لكن كل شيء مزبوط يا ابو طمزة. وينه هذا ابو طمزه؟ وينه؟ ليش شو كتبك؟ شرف تفضل. هلا علمناش حادث، سبقنا على الابواب. خير شو القصه؟ يعني ما قلت انه رشح حاله؟ لا هلا عم بسمع منه. ولك انا بورجي وينه؟ لكوك شمس تعادي. انا بورجي. تكبر كلام. ليش خاين؟ بدل ما يوقف جنبي بروح برشح حاله. شو صار؟ واحد منكم بينجح واذا نجحتوا انتوا اثنين بصيروا اثنين بيت مشنشل فوق. لا يا ست، جوزك رح يسرق لي اصواتي لانه اسمه على اسمي. ليش هن ما بيميزوا وقت فرز الاصوات؟ وقت فرز الاصوات بيميزوا، بس الناس وقت التصويت ما بتميز، بيفكروا جوزك اللي اسمه شوكت انا بقوموا بصوتوا له على اساس عم بصوتوا لي. طيب وانا شو اعمل لك اذا كان اسمك على اسمي؟ يا اخي حط اسم ابوك بالاعلان. ليش انت ما بتحط اسم ابوك؟ انا اذا غيرت بخربته بيفكروا انا اللي بلا اب. انا مو فارقه معي مثل ما بدك. شو مو فارقه؟
يا انتو اتنين بتحطوا اسم ابوكن يا اما ما حدا بيحط. ما بصير، انا صار لي كذا دورة عم اسس، الناس صارت تعرفني. بالمختصر انا كمان جوزي بهمني يصير فوق. هلا اذا انا صرت ما كاني انتو. بس تنجح بتنسانا. وعد شرف. ما بتنصرف بالبنك. موافق، والدفع سلف. قديش؟ شوف انا اقل من 10,000 ما بقبل. دولار. موافق. اكتب لنا شيك. بعد ما ينسحب. هلا بيروح بيقدم طلب. انا وياه رجلي على رجله. لك شو بكون انت وياها عم تقرروا على كيفكم؟ كاني انا ممسحه؟ شو انا مالي رأي؟ ليش رأيك مو من رأيي؟ بلا. خلاص انتهت المشكله. شوكت بيك رح يدعمكم مثل كأنه أبو طمزي. وأبو طمزي إذا رشح حاله ما رح ينجح. شو عربك ما رح ينجح أخي؟ يا جماعة أنا صار لي 20 سنة عم رشح حالي وما عم بنجح. هلأ بعد ما وصلت اللقمة للتم يطلع لي أبو طمزي ويشفط لي أصواتي؟ ما بصير، مو عدل. عمي لا تسرعنا، أنا وبناتي أصواتنا مو أولاد، أصواتنا لأبو طمزي. إيوة كان أصوات اللي أبو تمزي. هذا اليوم اللي كنا نريده. 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 سمع سمع أخي، مو أصواتكم، أصوات غيركم. اسمه على اسمي، اسمه شوكت واسمي شوكت. اسمك على اسمي، أنت شوكت وأنا شوكت، أنت مشنشان وأنا كمان مشنشان. أخي ما مهم، المهم الناس راح يخربطوا. لك حتى لو نجح شو راح يعملكم؟ كتير يا بوران، راح ينفذ لنا كل مطالبنا ويرفع لنا الى فوق. دخيلك ودخيل مطالبكم، هذا مثل عرموش العرمط، لا بيحل ولا بيربط. انا عرمط لا بحل ولا بربط؟ ان شاء الله فكر لي حالك، راح تصير شغله كبيره. شغله كبيره شغله صغيره ان شاء الله تكون قد الصرصور. ما راح انسحب، لك ما راح انسحب، اطمنوا انا ما راح انسحب. ولك بعوصك بذبحك وبشرب من دمك وما بسمح لك بنزوة عابرة تنزع لي كل مخططاتي. طول بالك شوكت بيت، لا تفقد وقارك قدام الناس. فوت لجوا بنعمل اجتماع. شرف فوت للتياس. حق عليكم انتوا اللي حتخربوا له بيته لابو طارق. هذا اليوم اللي كنا نريده. هذا اليوم اللي كنا نريده. فاكريني لعبة عن ايديكم انا؟ يا اخي ما حدا عم يقول لعبة، بس انت يا ابن عمي واجبت وقف جنبي ما تضارب علي. كنت تذكره من قبل لابن عمك. شفي عندك حكي مثل العالم، قوله ما عندك اسكوت احسن. عندي رأي، بدي اقول رأيي. روح ايمه بالغزانة ما بدنا اياه. بعدين انت ابو طمزي باصرارك على الترشيح متورطنا معك مبيني. صاعد صاعد. لك انا وعدت الجماهير المحتشدة برا، شو بدك يقولوا عني؟ مالي رجال؟ مالي كلمة؟ هلا تذكرت انك رجال؟ هلا ما فهمت شو يعني. يعني ما رح انسحب.
إيه ما تلومني إذا صار لك شيء، فهمت؟ تهديد ولك افهمها مثل ما بدك. قولي طب لو شواربه عود عود شو كتبك عود إلك علي ما ياخذ ولا صوت بالحارة. يا جماعة بدنا نساوي اجتماع نحنا، اللي معنا يبقى واللي مو معنا يطلع لبرا. هاي غرفتي هاي؟ ماشي بنعمل الاجتماع بغرفة بديع، يلي معنا يلحقنا واللي ما معنا يبقى هون. تفضل شو كتبت والحقوني كلكم تعوا. تفضل عم شنبو. تفضل عم انجي وشنبو، انا عصرت منك اساسا. برافو عليك، برافو عليك، كثير كثير عجبتني. انت فهمني ليش هيك عم تعمل؟ نكايا، انا شو بتساوي حماتي بحب خالصة؟ عفارم عليك يا جبل ما يهزك ريح. باركولي باركولي نجح. لا بس جبت اصوات اكثر واحد بعد القائمة. لا لا كنا بدنا اياك تنجح. هيك صار لي تقل مثل كأني نجحت. خير عم نقطنزة شباب؟ عملنا شباب؟ طول بالك طول بالك. يا شبك شو صار لك؟ اتركوا لي اتركوا لي اتركوا لي، انا بعرف بتفاهم معه. تعال ابو طمزه، تعال حبيبي، تعال 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 شوف، تعال منها منها يا حرام منها. غميان لازم انعشو. لا فهمني شو صار معه؟ ما بصير هالحكي، ما بصير. لك يا اخي صار وخلاص، ما حدا صوت لي. طبعا قليل صوتك انت لحالك. انا صوتت للقائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شو بدك؟ هلا بدي 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 المفتاح، ضروري بدي اقري الباب. ايه بركي فات حرامي. بكي يفوت الحرامي شو بده يسرق؟ في عنا شيء ينسرق؟ مو ضروري يسرق، بيعمل له شيء شغله ثانيه. ما بتعرف البني ادم شو بيطلع معه بالعتمه. وانت ضروري تحطي المفتاح بعبه. لك خوفتني، ضروري انت كمان مثل الحرامي. ايه ما بدي ازعجك. لك ازعجني رعبني، بس لا تجيب لي الجلطة روش على الضوء. شو هاد؟ بلاقيك لابس، وين رايح بهالليالي ابو طمزة؟ انا اشتقت لاختي ام اوي، قلت لحالي بروح لعندها لان اشتقت لها كثير هي وولادها. هلا بنصاص الليالي؟ بيكونوا سهرانين، لانه عندها ثلاث اولاد عم يقدموا بكالوريا، ما بيناموا. اني خايف. شوفي بورا، انا واحد درويش. طوال عمري الحيط الحيط، يا ربي السترة. أنا ما بدي بآخر عمري اتشرشار. لك بس بدي أفهم عليش خايف؟ شغل ما عم تشتغل يروح عليك، أما من باقي الجهات خالص كازاك. لا تهديني، مو بس أنا خايف، الكل خايف. لك شي مرة كون رجال، خليني أجبر حالي أحترمك، عبيلي عيني، خليني أرفع راسي فيك. صدقني املي بهذه الحياه، ارفع راسي واقول جوزي. ليش الله مو موفقني برجال ما بعرف. ليش هداك كان نفس الشيء كمان؟ لا بحل ولا بيربط. هداك مين هداك؟ ابوه الاولاد كان بحار طول عمري اسمع فيه قبل ما اتجوزه، ما شفته ولا مره. اجا بنهارين خطبني وتجوزني وسافر على البحر، رجع وانا نفس بديع، قعد 6 ساعات وراح ما عاد رجع، وعلى اثرهم انجبت غادة. ما عرفتوا شو صار معه؟ ناس بيقولوا غرق عند راس الرجع، ناس بيقولوا غير اسمه وتجوز وحده غنيه، ناس بيقولوا تجوز وحده من اكلة لحوم البشر، اكلته بعد ما خلفت له جوز ولد. خلص من هلا ورايح اعتبريني رجال. اعطيني مي. من هلا بلشت تتامل؟ لا بس ما بعرف ليش زلعوني مطاطي، نشفان كل حلقي. اعطيني المفتاح.
لك ليش غيرت رأيك؟ لا يا بس واصل لهون وراجع. اخود محي. وي. جاي رفقتك اليوم؟ ايه جاي. شو بدك يعني نرسب يعني هالسنة؟ انا ماني عارفان شو بدك تستفيدي من هالبكالوريا. والله بدي سجل بالجامعة. نجوم السماء قربلك ما سجلي بالجامعة. شو يعني؟ انت بتعرف شو يعني؟ يعني هي تبع الكل؟ للكل. بدك تقولي له؟ للكل. انت فسادة. انا اكبر فسادة. بتعرفي ميساء؟ أنا بحب الثقافة كتير. فعلاً بعد البكالوريا أنت لازم تسجلي بالجامعة. بس لاقي لك شي فرع ما في دواء. شيء قبل ما ننام؟ شو من هلا رايح تنام؟ مو احسن ما ضل قاعد على الكرسي عم بطبي وعم بتوب عم نام؟ اي سلام هدياك، ما بدنا شيء، روح نام. ايوه ابوكي. اهلين عمي. بس الخير سر، ابا يعطيكم العافيه. اهلين ابي، هي اجا من يقعد معك. نقعد هون ولا برا؟ لا برا سر، فرد برا، خلي البنات يدرسنا مشان ينجحنا. يلا يلا، تعالي. عجبك على الشغلة؟ شو عجبك ما عجبك؟ بدل ما تنط تبلبص لهم عيونهم؟ لا خايف على التعصيب تشد ايدي روح رشيقتي. خايف تشد ايدك ولا خايف تفتح تمك تاكل لك شي كف؟ ليش شو ناقصني انا؟ اذا فتحتني اكل كف وفكرتني تروح؟ بجوز كنت بزمانك، شو عرفني؟ عمرك 70 سنة مو قلال. هلا بتشوفي يا انسة ميساء اللي حاعمل له قتلة قياما وخعودا وعلى جنوبي. انا ربحت. لحظة ليش ربحت؟ لانه ما عم بيقطي. وليش ما عم يقطي؟ لانه الشوفير احمر. معناته مو من البنزين. لا منا. انت قلت من البنزين. يعني خسرت. انا ربحت. هلا بتنزل على السوق بعد ما تخلص من الموتور وبتجيب لك هندرة. بس ما نصلح الميتور. شفي. الك ولا لبدي؟ خسدي شوفي. تعال شوف. خير خير فهمني شوفي فهمني. خليني اشحطك لعندي على الغرفة لجوا واسفك كفين قدام ميساء وبعدين انت بتقلي التوبة. ماشي بس ليش؟ لحتى اكبر بعين ميساء عم تقول عني خروق. ليش انت مو خروق؟ وينك؟ بس ما بتشدها؟ طيب بعدين انا بطلع معك لعند البوابة واستد انت قد ما بدك وشد. اخي لا بدي استد ولا بدي شد. يلا. سكري لي هالباب، دورشي لي هالحقيقة اللي قلت الترباية تبعه، ولا قال لك خلي الباب مفتوح، بدي أهل البيت كلهم يسمعوا القتلة تبعه. هاي الحقيقة ما اتفقنا عليها. حقيقة وستين حقيقة. التوبة عمي أبو طمزة التوبة. لك لك كثير تشد خلع عني حنكي بحكي لك حمار. دقيقة التوبة عمي أبو طمزة دقيقة. أحسن ما معسك برجلي، بس لما يقولوا صخر على الورش يشتم. أنا آسف يا عمي أبو طمزة غلطت منك السماحة. حتى تعرفي يا مدام ميساء إنه جازك بخروق. أولاً أنا مو مدام ميساء، أنا آنسة ميساء. ثانياً خروق وستين خروق. طيب أنت يعني ما شفتيني قديش دعكته؟ وبشو وعدته؟ ما وعدته بشي. لو ما وعدته بشي كان على القليلة مسك لك إيدك، أصلاً أنت مانك شاطر غبر. هو علي
عليك شو اشتر. عطيه عطيه عم بعطيه بركي من البوجي. لو البوجي في شي ما تنضرب ماش. لخي مرتك تفهم بالميتورات اكثر منا. الظاهر الشغله من الدبرياج. لك شو جاب الدبرياج؟ شو جاب الدبرياج؟ ما له علاقه بالدبرياج، بس جوزك حمار ما عم يعطيه بنزين. طيب علمنا انت يا حمار. شري شري لو خاف منك ما كان رح تجرب الموتور مرة ثانية. طبعا بدي ارجع اجربه لانه انا اصلا ما قلت له ليش دقيته قتلي. ما قلت له ولا ما استرجيت تقول له؟ روح عنا يا، انت ما بينفع معك الحكي، ما بدك تصدقي لا تصدقي، عزة ولو طاري. اذا دقيت بدي قتلي؟ صدقك. هلا بتشوفي يا انسة ميساء، اذا حاعمل له قتلي قياما وخعودا وعلى جنوبي. مرحبا بيجي. مع اني ما لازم رد عليك بس لاني مربى بيت اهلي رح جاوبك اقول لك اهلي شو بدها. انا عرفان اني غلطان وغلط بحقكم كثير. دخيلك لا تاخذني. مو مشكله. بس عمو بس. طول بالك ابو طنزه، الدنيا هيك وهيك، ما في حدا ما بيغلط. انا اسعد ايام حياتي قضيتها معكم. ما صار شيء، ما صار شيء. دخيلك لا تاخذني هكيدك بمخك. اعوذ بالله، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ معقول بدك تبوس ايدي؟ حتى تعرف ان انا ادمان على عدد شعر راسي. خلص مشي الحال، نحن بالنسبه لنا نسينا الموضوع. طيب تعال يا كلمتي. لك ولا للدين؟ لا، خسد دين. خليني فوتك لقدام مرتي واسندك كفي. لك يا سندة شفي، انا ليه؟ عم تنزعج من الموتور كثير. خلص فوت لجوا، ما بقى نزعجها الا ما بقى يضوجوا، ايه الا خلص رح يزوقوا على حالهم ورح يطفوا الموتور. ما بتصدق اذا ما شافت بعينها انه عم بسلقك قتل. ما بتصدق وضروري قدامها. بدي اجيب ولد. بدك تجيب ولد؟ هلا شو دخل بديع بالولد؟ قال اذا ما شافتني مرهوب الجانب ما بتخليني اجيب ولد، بننضل على الورق. ليش لهلا على الورق؟ عجبك بديع عجبك. اذا مشان هيك مستعد اكل 100 كف، تروحي معي تشوفيني انا عم باكل كف؟ انا قلبي جريب قبل الصفات. من البنزين ما بدها حكي. لك انهلكتنا انت وموتورك، عم تزعجنا. بشو زعجك؟ لك شو ما عم تخليني انام، ما عم تخليني اتهنى. يعني لاي ساعة بدك تنام؟ حر انا، نام الساعة 12، ما حدا له علاقة فيني النوم. خلص سامحني عم بطم زمان. اهل، بدي حرمك تركب موتور بهالحارة كلياتها. هلا ما عم تدفع تضربه اياها؟ قويله، وين انت بتحطه في بيتها؟ هلا هيك بقى؟ لا. لا إذا بدك قوي بقبع لك شواربك بستردهم برا. ها؟ خلص طفرم زي المفروض، أنا خليكي. الله يسعدك. شفتيني ما عرشني؟ رعشاني. كتر خيرك يا شفي، كتر خيرك يا بديع، صحيح الصديق وطبي. ولو أبو طنزة ما عملنا شيء، واجبنا. إن شاء الله إلهي يا رب بوقف معكم بالأحزان. مبسوطة يعني انت ما؟ بعد شو عملت؟ انا سكتت له مشان يجيب ولد، لو اول شوي كنت رديت عليه. انا قلت له يقوم مشان البيت قتلي حقيقية، مشان تصدق ميساء انه قتل عن جد، شو ما مشان يجيب ولد حرام. شو بعرف انت وياه شغل؟ يلا روح خلينا نجربه براس الحارة. ايه معك حق، مشان ميساء مسكينة ما تنزعج وتجيب ولد. يلا. لا. يلا. فوت فوت فوت، لحظة. ايوه. فوت روح روح. لا روح انت وياه. شو بدك يعني؟ قلت لك كل العالم لحتى تصدقي ما بكفي اثنين؟ شلون عم تطبعهم ما بعرف، بس اكيد اذا واحد فيهم سفقك كفين تفرط 20 قطعة، أنا متأكدة. روحي عنا يا، أنت مهما عملت ما حتصدقي. بصدق، إذا دقيت عفيف قتلي. عفيف أخذ نسوانه وراح مشوار؟ إي بصدقك، بس على شرط. شو هو؟ تعال نتفاكش، وإذا فكشتني بصدق. إي مو عيب، أنا مو عيب فاكش حرمة؟ افكشها لهالحرمة بعدين احكي. لك تعي لشوف، تعي لشوف. حطيني شوف. ايه يا يخرب بيتك وليدي. شو صار؟ الله يهدك على مين شوي. لك شبك؟ ان شاء الله بتطلع ايدي مكسوره وما بتلاقي مشبر وبتحتاري فيني. يا رب تتلبق يا رب.
اتكلم فيك ولا عطني. خير على اساس رح تبدأ شوفير كم يوم ولهلا رجعت؟ لك ما قلت لك هذا واحد سرسري ما بنعلق معه؟ ليش شو صار؟ شو صار؟ مثل ما توقعت. اول كلمتين كان الكريكو بين عيوني. انت ما بتقري انجليزي؟ شوفي شوفي ها طلع مفتاح الانجليزي على خدتي، شوفي الكتابه. بعدين بالمناويل على رقبتي ما خلى فيني شبعي صار. اجوا ناس ولاد حلال حملوني مثل الممسحه من الارض، اخذوني على المستشفى. يخرب بيته ما خلى فيني شغله صار. لك ميساء صوري الساعه ما صار شيء، ما قلت لك هي قصيه؟ اسمعي ها تك 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 الساعه. ورفعت عليه دعوه؟ بالله بدك ياني ارفع دعوه عليه؟ مشان بعد ما يطلع من الحبس يدعسني بالكاميون ومشان تورطيني انت. الله يسامحه. وهدول اللي ما عم خلونا نعرف ندرس بنصاص الليالي، ابو طمزه روح احكي معهم بلكي بيزوا على حالهم. انا ما عاد ليال، انا هاري، شوفي شوف مهني هاري. الا روح جيب الجفنه عند غرام. قولي بدك توصيني لعش الجفن؟ المسجله محطوطه على الشباك، نقوس عليها من خبا، ما حدا بيعرف منين طلع الاقواس. انا ما بدي اروح دق على بوران، اذا دعيت عليها بتقوصني، بعدين انت ما بتغاري علي، لا تنسي انه هي كانت زوجتي السابقه. انا بخلي اختي حنان تجيب لنا الجفن، وانت عم تقوص. ابوك النواص. ميساء سبتيني ايدي عم ترشف، انا مالي قدرة على النواص. قوص قوص. يلا. فتح عينك ابو طمزه هالقد ها، قبل ما يصير عندي بيت وسياره لا تحلم بالولد. لك شو سياره شو بيت؟ مني انا مني؟ إذا صار عندك كشك بتقدر. هلا لا تربط الولد ببيت السيارة. بدي قربته، مالي مستعدة أبداً اسمع مسبكي بإذني. لا تخافي، ما حدا حيسبك. بيسبني ابنك، إذا ربي بهالمطبخ، أما إذا وردت له شيء ما بيعود بيسبني. لك عم بدك ياني بعد ما أتوكى، يجي رجال غريب يعيش ببيت ابني. لك مو أحلى ما يروح يعيش ابنك ببيت رجال غريب؟ وعم تقولي لا، ولي على حظي وعلى سعدي، ولي على حظك يا أبو طمزة. أبوك ينكشف. يا ريان يا أسود. يا باذنجان يا أسود. يا ريان يا أسود. ما انتبه. لابد من التحرش المباشر. أنا آسف، أنا بعتذر أبو طمزة، كنت عم رودج العرباية، قامت فلتت من إيدي وراحت لعندك. لك شو يا ملعون يا شفي، شو صاير خطر شي؟ شايف يا جار، الله فتح بوشنا على العريض وصرنا أصحاب عربايات بعد ما كنا ولا شي ولا شي بنوب. لك شفي هي الشغلة مو شغلة، تحت الشمس وتحت المطر، وهاد تزبط وهاد ما تزبط. شو غشيم، قال مو شغلة، شايف هدول الباذنجانة؟ هدول قبل 10 دقائق كانوا تلة، شي 3 4 امتار، بدك تقول شي 5 شوالات باذنجان، ب10 دقائق بس ناديت صوتي. اسود وريان يا باذنجان، ريان واسود وحلو يا باذنجان، وكفتت لك هالعالم بالعشرات، اللي بده 5 كيلو، اللي بده 6 كيلو، اللي بده 10 كيلو، وانا شو ساوي؟ زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، نفقت لك اياهم كلهم بدقيقتين بس، بعدين يا صاحبي لما خلصت كل شيء بعت حالي هدول، ليش؟ مشان تسوي لي اياهم غادة بابا غنوج ومتبل وقبضت. بعدين هي الشغلة مو دوارة، هي العرباية ما بتدور فيها، بتحطها بالسوق ثابتة بمحلها وبتنادي لك صوتين بتقعد بتتفرج بتنفخ البضاعة كلها وبتقبض الغلة وبتجي. شوف شوف الغلة، شوف شايفه؟ هي الغلة. حسي على هيك؟ هي كلها من الباذنجان. لك كلها من الباذنجان. قديش هاي العربية؟ هي اجرة، اجرة ابو طمزة مو بيع. وانا كمان بدي استاجر لي وحدة. المشكلة مو بالعرباية، المشكلة بالرخصة ابو طمزة، بالرخصة. هدي هدي يبعد لك حما يا ابو. لا ما فيها فرينات هي العربية. ابو طمزة هدي وركز معي يا ابو طمزة. ايوه حطه. المشكلة مثل ما قلت لك بالرخصة، لأنه بلا رخصة كلهم بيتمقطعوا فيك، المحافظة بتتمقطع فيك.
وشرطة البلدية بتتمقطع فيك، ما في حدا ما بيتمقطع فيك، يعني لا تؤاخذني شرطي رايح بيصبر لك الخضرة وبيحط ايده عليا، شرطي جاي بحط ايده على العرباية، شرطي رايح وجاي بحط ايده على الميزان، واخر شيء كلهم بحطوا ايدهم على وين يا حزرة؟ على وين؟ عليك. ايه ما فهمت، وين المشكلة هلا؟ ما فهمت، من أول المشهد لهلا وما كنت تفهم، المشكلة بالرخصة. دفعت 15,000 لحتى زبطتها. إذا الواحد بيطالع 2000 باليوم بدفع. لك أنا حبيبي أبو طمزة، من بكرة الصبح من شقشقة الضوء بتروح وبتقدم طلب، ماشي؟ شفيق، وهذا الموظف بياخد عينك كنت عينه؟ لا، الموظف ما بياخد عينه كنت عينه، أنا باخد عيني كنت عيني، لأنه هو القفل وأنا المفتاح تبعه. طيب هي صعبة سواقة العربية؟ لا ابنك مو صعبة، تعا علمك، علمك شلون؟ علمني. ايه هلا انت البضاعة وانا البياع، اطلعي يا بضاعة على العرباية اطلعي. ايه عود من قدام، انت بضاعة. ايوه مع الباذنجانات اقعد. حلو يا اسود يا ريان يا ابو طمزة، اسود وريان يا ابو طمزة. يا علينا كسرنا الباب. هلا نحن طالعين، ماشي يا ابو طمزه؟ من لبنان بدنا نكون على السوق هلا. خليك البار يا شفيق. 2 3 3 بدنا على السوق هلا، واسود وريا يا ابو طمزه. بيتك على السواق يا شفيق، الله لا يوفقك. عيشه الفهيم مع البهيم داء ثقيل. مرحبا زين. اهلين ابو جدعان. شو انت شو مبين عليك مريض؟ لا ليش؟ ما قلت لي تفوق؟ مو جاي على بالي. ما بصير يا اخي، انا هي ادمنت عليها تفوق انا. خلص ابطم زين، حل عني مو فاضيلة. لك شو حل عنك ما حل عنك، وصلتنا لنص البير وتقطع الحق فيني، ما حلوه. الدخان عم يبطل، وبطل لي هالعاده. انا ببطلها بس خايف انت ما تبطلها. خلص ما عاد اقدر. لا مد ايد ولا حكي. لا مد ايد ولا حكي. مسد ايدك على شواربة. مالك مصدقني؟ هلا اخي انت القرار بتعترف عليه بلا ختم؟ لا. وهذا القرار بده ختم، والختم شواربة. مسك ايدك على شواربة. ها، وعد شرف، لا عاد بهدلك ولا عاد دقرة. يقبرني ربك. اهلين ابو جدعان. شو بقى انا هلا لصح نزلت ايدك على شواربة؟ حل عنا حل. عجيبة. عم تتهم البيع لبكوسه بتوم الزيت تعطي اصبعك ورا. هو مشتغل لك شي شغله وبسطت برا مثل ابو جدعان. شو بدي طالع اذا بسطت برا عشان 15 ورقه ضمنها؟ لو كان هيك ما كان بسطوا له. لك ابو جدعان بسطوا له برا لحتى يخلصوا من خلقته بالبيت. يعني انا ما بصير ارتاح من خلقتك شي نهار؟ ايه انا قاعد هون عم غني على تابو ميجنا، ما عم تتلهي علي طول النهار مثل الجاموس، غناسه ومسح وجري وطبخ، كاني عبد عندك مو كاني جوزي. ها طقني على الحظ يبعد حمل حظي نصيبي وساعدي على المرأة. ايه ما حدا دفشك الدفشة، لحالك وقعت. قلنا لحالنا الصبية غير شكل بترد الروح، طلعت يا حبيبي بتطالع الروح. ايه كان؟ قلت لحالك بكره بتيجي شهرزاد، ما هيك؟ ليش شو ناقصك حتى ما تكوني شهرزاد؟ مو ناقصني شيء. بعبيها بجيبتي الصغيرة، أصلا أنت ما بيطلع لك تكون بويجي عن شهريار. أخ من نسوان أخ، بدو كرباج وأسرق. انت بطلع لك تقصر قاب انت؟ انت لازم تخجل ترجي حالك للناس. ليش حبيبتي؟ انا شو عامل حتى اخجل واتخبى من الناس؟ لانك مو عامل شي لازم تخجل، مو كل العملات بينخجل منا. فهمت بالموجز ولا فصي؟ فهمت من غير ما تفصلي. مو ناقص غير تبروزني وتعلقني صورة على الحيط. يا ميسا جبت لها وتعيش وتجيب إلهي. شبك عم تتكركر وصوتك طالع؟ ها جبت لك، هلا بقى انتي لازم تجيبي. عمرك سمعت مرة بتجيب لجوزها؟ لك عمين بده يجيب الولد؟ فقه والولد انقبل فكات طقم. مسكي جخي مسكي.
على عجبيني؟ فكرت. لا انت لا تفكري لانه انت ما خلقتي حتى تفكري. لكن لايش خلقت انا؟ انت خلقتي بس لحتى تجيبي، لازم تجيبي. بكره بفكروكي ما بتجيبي ببطل حدا ياخذك. ها انا وين بده ياخذني وانت موجود؟ انا مو دايم ليك، لازم تستغلي الفرصه وتجيبي لك واحد واحدين قبل ما انوي. ها بتعملي لحالك دعايه. كنت قلت له لفون حدا بيجيب هيك هديه فلت. ليش انا كان لي عين قل له؟ من كتر ما كسرته وحسيته يا بده ينجرك يا بده يخليني. عيسى ليش عملتي هيك؟ يا ماما خوفتني. شو بدك يعني عمر اصله؟ لا بس انا صرت وشي من تحت راسي. انت وشك اسود من يوم ما الله خلقك، لا تحطها براسي. انا طول عمري وشي ابيض وقلبي دافي ولساني نظيف. بس عقلك مصدي ما بتفكر. ليش شو عقلي؟ ما بوشي. لو بتفكر ما كنت قطفت ولدي من على امه. ها ما بيطلع من الشم ولا ممنوع؟ انت بتعرف حالك انك فاقد حاسه الشم، خليها بالجنينه ضروري تتبل بين ايديك. تتبل بين ايدي احسن ما تعيش معي. بيطلع لك يلي بسمعك قول لحاله داير المسيسيبي والامازون على كعابه. ليش؟ شو انا مقصر بحقك؟ طلع حواليك كيف ما طلعت بتلاقي تقصير. طعم كاسات ما في، طعم صحون ما في، معلقتين وشوكه وابريق مبخوش تحت الزنبوعه. الناس مو بالصحون والكاسات. بايش لكان؟ بالاخلاق. لو كان عندك ذره اخلاق ما كنت تجوزتني. يا ميسا يا ميسا بدي ولد بدي ولد. انا مو فقاسه. انت الك الشرف تقولي فقاسه لعائله مشنشن. ليه دخيلك شو بتفرق عن غيركم؟ ستانلس ستيل بيت المشنشن ولا تيفال لا يلقى. لا تتمسخري، انت بتعرفي جدي مينكا؟ سبعت نعام ما بينذكر اسمه الا ببلش من كل الجهات. بس بلا قلة ادب. ليش قلة ادب؟ والله الحقيقه مره. لك يا ميسا انت ما في ميسا. عالورق حبيبي عالورق. لك ولو كان على اللي احترمي كبرتي. ايه كبرتك بحترمها. شلو؟ طلعني اعتقني يا عمي اعتقني اعتقني. نجوم السماء يا ربي ما بطلعك ما بطلعك قبل ما تجيبي ولد. ما رح جبت لك ولد لو تطلع عينتينك الاثنين ولا رح احترمك، ويلي بيطلع بايدك بيطلع باجرك كمان. يكون بعلمي بجيبك لبيت وبطلعك. لا تعذب حالك، ما رح حل عنك حتى اجرتك. ايه ميساء خالص. نعم. طولي بالك. لك تدرس تبوزك وتسقط انت الثاني، مو كل واحد يعمل لي حاله استاذ. شاف دوا الضغط ابو تمزه، راجع ارفع لك اياه لضغطك. عمرك شفت هيك نسوة؟ تضرب انت وهيك مرة. انت اللي جبت الدبله كرمك عود راحت زهره تساوي لنا براد شال. فوت نشرب وعندي احسن جوا. لا لا هون براد اكثر. هون ما بقدر اقعد على دول الكراسي بيجعني ظهري. ها اذا مشان ظهرك والاسباب صحيه ما في مشكله تفضل. شو وين الشباب؟ لا تاخذني بديع لا تاخذني عادي مو معك. اخ من هالعمر ما تهنيت فيه ولا ساعه. بسيطة. شو القصة؟ كأنك تعبان ما؟ بتعرف شو أكبر غلطة غلطة بحياتي أنا؟ شو هي؟ لما طلعت أمك. معلش أمي أبو طمزة بلا لحديثها. أمك مرة محترمة، بتعرف قيمة الرجال. ماشي الحال، اللي فات مات. صحيح كانت تقهرني أوقات، وأوقات تحسسني إنه أنا أبو زيد الهلالي. عمي أبو طمزة بلا لحديثها، بتساوي لك دربك إياها. كانت تجرح وتداوي، ضرب على الحافر وضرب على النافذة. هو علينا هو هو علينا. هلا نحن جايين مشان نشرب شاي ولا مشان نحكي عن امي؟ لا تزعل بديع انا كنت جوزة. كنت وزلت، هلا صرت رجال غريب. الله يجعلك للزوال. ما بصير تحكي هيك. ها عود 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 بديع عود. تعرف انا ليش عم بحكي هيك؟ لاني معتبر حالي لساتني واحد من عيلي. يا اخي نحن قلعناك ولا انت طلعت لحالك؟ تعرف شلون بجيب الواحد الدبله كرمه وانا عملت هيك؟ عم بشكي لك من حرقان قلبي. ماشي الحال بسيطة، فهمني شو القصة؟ ميسا شبهها؟ شوفت عينك مكبره راس وقليلة ادب وما بتحترمني انه الحق عليك. لك شو جبتي يا عمي طيب انا؟ يا اخي خليك رجال شي مره، مو ضروري تبرك بقى لكتافك وتنطح رجليها. شو بدي اكون رجال؟ يا اخي لازم تزمجر تضوج تطبش تكسر تلعب على اعصابي، كسر صحون وكذا. لك 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 عجبك فضي الغاز. لك يفضل غاز، ما عندنا نشرب شاي خلينا مبسوطين. هلا اذا انا طفشت صحون وكسرت كاسات بيمشي الحال؟ لكن عمي ابو طمزه المره ما بتحترم جوزها غير اذا كان حمش. شوف هلا انا زهره ما بتسترجي ترفع صوتها قدامي بدون، اذا رفعت راسها انا بطبش صحون. هي الشغله جابت نتيجه؟ لك ما بتسترجي تحوص لا هيك ولا هيك ولا بكلمه. عم بقول لحالي هلا ازاز مكسر اللي بالزباله منين؟ داري من عندكم. لكن عمي ابو طمزه ما بيمشي الحال الا هيك
النسوان ما بينعطوا وش بنب. انا صح مو غالي؟ انت بدك تحكي معي بحكي انا الاوراق لسه في الكاسات ابو تمزه. كاسه الكاسه الكاسه في وحده ثانيه ابو تمزه. كمان كمان ثانيه. يلا اخي وحده سته سته. يلا سته ثالثه. برافو عليك برافو عليك ابو تمزه. كنس الارض وبعدين نحكي معك. انا ما بسمح لك انك تحكي معي بحكي معك من هالاوراق. فكي ولا لا؟ نو نو ما راح يكسر قلبي ولا حدا يقلب عليك. كنس الارض وبعدين بحكي معك. انا ما بكنس شيء. هي شغلتك انت هي ست البيت. استاذك عم تغني على هالنوار. بدي اتركك ببيتك مثل المزبله. ايه خليني مثل المزبله وانا ما راح اقعد بمزبله حضرتك. حضرتك باي اسمعي مالك. وين رايحة؟ لك ايه ما دخلت؟ بطلبك لبيت الطاعة. لك لا تخاف راجع اجلطك، رايحة هون عند اختي حنان، بس تكنس الارض اندهلي. قفلنا. ابوك يلعن. خير خير خير. خير ابو طمزة ان شاء الله ما في مشكلة. رح تجنني، رح تخليني اعيط من عصفوري. طول بالك يا ابو طمزة، الشغلة مو محرزة، بسيطة هدي بسيطة. لك شو بسيطة؟ رح تعوفني حياتي. اليوم الصبح اجاني ضيف. بهترت وبهترت لك لا؟ بدك ما تزعل مني بصراحة، يعني الحق عليك أنت مو علي. طول بالك طالع لعندك. أنا إيش في؟ فوتي فوتي. لك شو الحق علي؟ هي بدي علي كسر وطبش، هي كسرنا وطبشنا وشفت عينك. شو تكسير وشو طبش؟ النسوان ما بيمشوا هيك. أنا ما اقتنعت منك، بس قلت لحالي خلينا نشغل. بعرف الأمور ما بتنحل بالتكسير والتطبيش، الأمور ما بتنحل غير بالحكي المنيح. أنا وحكي منيح اللي عم تحكي عنه؟ أخي المرة ما بتمشي غير بالضرب. كل ما فتحت تمها وقالت به بتسلخها هداك الكف بتخلي المخمسة تعلم تعليم على نيعها. فهمت؟ بس الضرب ممنوع بالمدارس وما بيعلم. لك مين قال لك ما بيعلم؟ شوف غادة هلا قبل شوي سلختها كف هريت لها أسنانها صارت مثل الألف قدامي. مرة الآدمية ما بتترك بيتها مثل المزبلة بتطلع برات البيت. لسه عامل لي مرة وليه عم تعيطي بوشي؟ عم تضرب؟ بدك تنزل على راسي كمان. اطلع اي 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 اخذ ابو تمزي مجد؟ اي برشي كلمة اعطيك اي اي. مشان ايش بدي احكي معه؟ قالت لي انه كسر مصحون والكاسات وانه اعصابه مهتريه، انا خايفه يكون صار لعقله شيء. نحن شو دخلنا؟ شو نحن مكفلين فيه؟ انا ما خايفه عليه، انا خايفه على اختي. لا تخافي على اختك، اختك عقربي شرواتي ما بيخاف عليها. ايه بلكي عمل له شيء جريمه، بلكي خلاها نايمه ولا سمح الله. لا تقلبي لي اياه فيلم هندي، لا تخافي، هلا بروح احكي معه. عفوفتي انا مالي غيرك. الله يخليك، إذا حكيت للبابا بيحط الحق على الميساء. على أساس الحق مو عليها. لا جبروها في جبر. هلا هذا الحكي كله ما في فايدة، هي مرته ولازم تسمع كلام جوزة، والمرأة لازم تسمع كلام جوزة، لازم تسمع كلام مين؟ جوزة. الله لا يوفقك يا إسماعيل. مين إسماعيل؟ رفيقه لأب نجيب. إيه؟ هذا وقت حط الماكينة، لك يطلع لي خلقتي. إذا قوم بروحك تبن لك إيه؟ بدي أعملك فجأة قدامي. مين؟ شبكو شوفي. بدي أدب لقرود فيه عم يرفع إيده علي. وبدي كسر راسك بس عفيف هذا جن، شوفوا لي صرفة معه. روحي جيبي لك شي ساعة زمن وارجعي. روحي اتحركي. لك اطلعي من وجهي. لا تخليني احمل حالي ونمشي واتركك هيك مربط. خلاص هدوا اعصابكم، شفتوا فرجه قدام العالم. ما بقى فيني اتعفى، بدي روح اشتكي لابو واخلص من الشغله. ما بقى فيني اتعفى منه. خلاص مثل ما بدك بصير، هدي اعصابك. طيب انت ليش هيك راسك زلبطه؟ اطلب انت واسماعيل. طول بالك يا ابو طمزه، طول بالك، ما بدك نقعد ثاني. شو اتركني؟ اذا ابوها ما بيعرف يربيها انا بدي يربيها. انا روح شبها خلص بتربيها، انت بتربيها ابوها ما بدك. عمي ابو طمزه طول بالك. انا مو عمك، انا صهري. صهري صهري شو هالشغله؟ اذا فكرتني رح اسكت بتكون غلطانه كثير.
خير يا جماعة خير، شبكن شوفي شطش من أفا نصايحك اللي بتهوي تحق علي أنا، كانت النصيحة بجمل قص أبو طمزة روي ورجيت عليك العالم ما بصير ما بصير بتوت مشكلة تانية بعدين أخي مال حالك وروح لعند أبو تامر يا أخي لك البابا بينزلت لك راح ينزلت ولا شي بنته بيمون عليها أبوه يا الحب لنوزل بيمون؟ هذا جوزك وتاج راسك وبده مصلحتك أنا مو حيوان حتى أنضرب البشر بتفاهموا بالحكي مو بالضرب جربنا بالحكي ما مشي الحال ما مشي الحال أبو تامر زازة كل بناته مطيعات إذا جوزك قال لك زدتي حالك بالبحر بدون نكاش بلوم بلوم بتزدتي حالك فهمتي؟ عمي أنا ما بدي إياها زدت حالها بالبحر أنا ما بدي منها شيء كل ما هنالك إذا أجاني ضيف مو تبهله وتبهدلني قدامه مثل ما صار اليوم الصبح معك حاصل ما الجبسة مو حلوة سمعتي جوزك شو حكى؟ فهمت بابا فهمتي بابا؟ ما بدي وسيكي كمان؟ لا بابا إيه؟ إذا جوزي المحترم قال إنه يا ميساء زدتي حالك بالبحر دغري رح زد أبو طمزة أبو طمزة نعم أبو طمزة هون أنا جاي لعنده أنا مرته تفضل هو هون هو بعد شوي برجع تفضل تفضل لكان بعدين بيجي ما بيصير ما حلو ما حلو تشرب قهوتك بعدين بتروح تفضل تفضل نيالك على هالمرة شو حلو يا أبو طمزة دخلك ليك كنت الباب خليه مفتوح ايه تكرم عينك هي الباب مفتوح تفضل 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 شلون بتحب قهوتك حلوة حلوة بتحب الحلو ما بس القهوة بس القهوة يعني من زمان بتحبهم بالشاي بلا حلوين بس بالحلال شباب حاجزين بينك وبين مرتك ببلاش يعني لا وقت زرافتك انت شفي معقول انت مالك شايفه للرجال حصرتي عليه صلى ايامك يا بوران بترفع الكلفة بيناتنا اللي يا سيدة بوران فمت يا اما انبدي يا سيدة ملعقة صحيح شو صار بينك وبين ميساء مبينة عم تكعي مشان يطلقها بدي طلقها ملي لا لا جن اصلا ميساء هذا هو اللي بدها اياه خلية الابرة تحل عني ما بديها ليش هي رح تحل عنك بالساهل رح تعملك علكة بين العالم صوتك مسخرة هذا غير النفقة وغير الغرفة وأليخ أليخ 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 مستعد بيع أو عيك إلا وأمن لك الشي حتى أخلص من الهم فكرنا حالنا لحن أطف العسل أطف إن أكلنا خردة مرح على ظهرنا معلش أبو طمزة مهما كلف الأمر أوعى تطلقها أوعى سيدة بورا سيدة ملعقة مرت عمي أنت شو دخلك بالقصة بده يطلقها يطلقها ينقبل منه ولا
شفيق دبول ام التنافس. ابو طمزه رجال ما بصير مره تكعي، بالعكس تمام، لازم هي تركع تحت اجري وتترجى انه ما يطلقها، ساعتها بيطلق. مظبوط كلام السيدة بورا. يا شفيق حماتك معها. لكن انا مجربة بالحياة وبعرف. بدي روح كسر لراسها. لك لا تعال اعمل حالك مو فارقة معك، اصلا هي عم تعمل كل هالحركات مشان تغيظها. بوران خانو يعني قلت ما رد عليك؟ لا اكبوت بقلبك، اكبوت كابر على حالك لاني بعرفك انت رجال. رح اطق يا بوران خانو. لك ما عم اقول لك انا عمو وين راح؟ لك اتركه مشي معي يا طنزي، يلا بدنا نصالحكم. مشي عن اسمكم الصلح سيد الاحكام، لا تهوى صالح دغري. مشي طار. يحرق حريشك، كيف بدك تدفع في البحر؟ خريج. هلا انا لمين سويت القهوة؟ ها في يا حبيبتي نحن بنشربها. امي انت حيرتيني ورح تجننيني. ساعة بتقنعيها لما يساعد كعيلة ابو طمزة مشان يطلق، وساعة بتقنعيها ابو طمزة ما يطلق. شو القصة؟ لك اذا طلق بيرتاح. اها فكرتك عم تسعي مسعى خير. الخير لاهل الخير، هذا ما بيستاهل. ترك النعمة ولحق النقمة. هلا انت النعمة مرت عمي؟ ايه عندك اعتراض؟ لا ما عندي اعتراض سيدة ملعقة. انا الرجال هون وانا اللي بأمر وانا اللي بنهي. ممنوع استقبال الضيوف، يعني ممنوع استقبال الضيوف. هلا كل ساعة بدك تحكي معي شيء، ساعة بقول لك قلي يا ميسا، ساعة بقول لي ممنوع استقبال الضيوف. هلا ممنوع استقبال الضيوف، وأنا من جهتي ما بدي أجيب ضيوف لهون، منيح حل؟ أخي جيب جيب، بس ما تدري شو بدي أعمل قدامه. خلاص عم يقول لك ما راح يجيب، ما راح يجيب. هلا ما كل شوي تسمعوا لي صوتكم للعالم، خلاص هذا قدركم تتحملوا بعضكم، إيوه. أنا من جهتي مستعد أعمل كل شيء بس تكون رضيانة. يعني فتحنا صفحة جديدة؟ أنا بالنسبة لي فتحت. صافي يا لبان؟ حبيبي يا قشطة. خلاص لك قومي حنا خلينا نمشي. مشي تعي خليك لنا نشرب قهوة سوا. لا مشروبة. ميسا حبيبي تعي نحكي كلمتين على رواق. نونو أبوك النونو، أبوك النونو. أبو طمزي. ميسا بابا شريك. اهلين ميساء. هون شو بدك فيها؟ اجا واحد لعنا على الدكان اسمه رياض عوزة. رياض من وين رياض؟ نجينا. يا فرحتي فيه. لك وين رايح؟ لا تخاف ولد ولد. شو بدك فيها؟ شو بيعرفني بجوز رفيقة؟ شو رفيقة يا حبيبي؟ ايه لك رفيقة رفيقة المدرسة وما يعني كثير مسكين هو. انا مو ناقصني الا كمان هذا رياض. تراك من ايدك. انت منو هذا رياض ولد؟ مش جينا شاب معطر يا ابو طمزه صدقني. هلا معطر ولا مو معطر؟ بيجي بشوف مرتي؟ ما اجى على البيت، راح لعند ام هاني على الدكان. وشو الفرق؟ اذا راح لعند ام هاني على الدكان ولا اجى لهون، المهم عم يشوف مرتي من وين ظهر. اجى رجالي كتاب البكالوريا. شو خربت الدنيا؟ انت ايش اخذت له كتاب ليه؟ ما اخذت له اياه، بس بعته مع هاني. وهذا كتاب ايش هذا؟ كتاب الادب تبع البكالوريا. تركي من ايدك، تركي من ايدك، شوف تركي. تركي. ما بعرف. ما بتعرفي؟ قلت لي ما بتعرفي. سري ايدك. الآنسة الغالية ميساء. اسمع فيك اسمع. عم بسمع. بلكي كاتب لها توقعات سهري، انت دغري قدرت. قلت لي توقعات، قلت لي اسمعي لكان اسمعي. أكتب لك هذه الرسالة ردا على رسالتك الغالية التي أرسلتيها لي مع هاني. يا حبيبي. هلا هاني صار مرسال غرام تبعك؟ طيب يا ابو طمزي بركي ميساء بعثت له توقعات اسئله الفحص، لا تظلمها. عم بظلمها انا، انا عم بظلمها. اسمع لك، لقد تمزق قلبي وانفعلت كثيرا عندما قرات في رسالتك ما تعانين بين فكي الوحش الذي فرق بيننا. مين وحش من؟ انا وحش، بس انا وحش، انا وحش. ايه 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 ميساء انت كتبتي لرياض هاي الرساله ولا هو عم يجيب من عنده؟ ايه اشتكيت منه. ايه يا ابو طمزه فشت خلق خلص افرطها. اسمع لك اسمع. اقدر لك تقديرا عاليا تمسكك بالعهد الذي قطعناه على نفسنا ذات يوم بالوفاء لبعضنا البعض، وقد سرني كثيرا ان ذلك العجوز الارعن لم الله يخرب بيتك على الفضيحه
لك شو حكيتي لو كل شيء يخرب خلاص خلاص ابو طمزي خلاص هلا بينبق لك شيء شغله طول بالك ابو طمزي طول بالك خلاص خلينا نحل الموضوع بيناتنا حاجه فضايح فضحتونا قدام العالم عيب حاجه فضايح ما هيك زعلت امي بتبعني سامحه ابو طمزي شغل مراهقين ابو طمزي خلاص الزراعه بدقني انا بتعهد لك يا انه ما تتعيدها وهي بوسه من شواربك طب عمرك الهي شو بدك هي الرساله بتضل بجيبكي وإذا بتحوصي معي هيك ولا هيك يا وينك يا سواد ليلك دغري لعند أبوكي يا بنت أبوكي الأدب أبوكي الأدب احكي لي ميساء خير عمي أبو جدعان مرضان شي؟ مو مرضان بعيد الشر عنه بس زعلان مني شوي خلينا هلا بموضوعك أبو طمزي كمش معي رسالة من ابن الجيران لك أحسن لك ممتاز هيك بطلقك على الحارك يا ريت ترك رسالة معه قال إذا بحوص بأرجي لبابا معناتها حوصي يي بابا بيذبحني بعتلك قتلك معناتها يا ترى انت بينك وبين هالشب في شي احكيلي قبل ما يطلع لي ابو طمزه كنا بنحب بعضنا حب بريء بريء شلون يعني بريء بالرسائل بس كنا متفقين ندخل نحن الاثنين كليه الطب بعدين نتزوج قام بعدين طلع لي ابو طمزه خربني كل هالقصه بس ضلينا عم نتراسل الاحسن انت تفتشي جيوبه وتاخدي الرسالة وتخبيها وبلكي خباها بشي مطرح منين بدي لاقيها انا لك تروحي قتلن في شي الرجال بس تنفشي بيصير مثل الدب ما بيعود بيفكر بشي بيصير اعمى شلون يعني مثلا بتقلي له انا ابن عمي تقبرني ما شفت اقوى منك فلان لفلاني ما بيلقى لوحتين بين ايديك كفين بين ايديك بوكسين بين ايديك من هالحكي من هالشغلات يعني هي علينا هلا لانه رفعت الغاز صرت انا قوي ذبحه وحده ابن عمي انا فيني ارفع التخت مو معقول تخت وبعيد وحده كمان روح اقوم شوفي ما فيني ارفع خير خير ابن عمي شو صار لك برق ظهري يمكن رفعته بوضعيه غير صحي شوي شوي مالي غيرك انا عليك غيري ورياض ما بلقى كفيه معك رياض بعدين ولد ما بيعجبني طيب والرسالة؟ دايماً ببعث لي رسائل حرام مش فقت عليه بعدين هو جاست فريند هاي الشغلات ما فيها شفقة شغلة العرض مو مزحة بدك يعني اتركه ينتحر؟ ليش كان بده ينتحر؟ ايه هدد بالانتحار تلحالي حرام امه تعدمه من تحت راسي يعني من جهتك ما في شي صوبه جاست فريند معقول بدل هالنمر واوي انا نمر؟ بس تعصب ابن عمي بتلاقي ركبي بلش يرجف وما بحسن وقف عليهم بتعرفي انا ما كنت مفكرك بتخافي مني انت بتشوف حالك وقت الحمل بتصير مثل النس رجالة ولا حالي يا رب ما ينقض عليه النس بحس حالي ارنوب صغير هيك لازم يكون الرجال بس في عادة من عوادك ما عجبتني شو هي؟ عم تهددني بالرسالة وهي مو من عادات الرجال انا كنت عم خوفك تخويف يسلم بالغاز عمل لي كاسة شاي بس على كيفك قوم اعمل لحالك شو كنا عم نحكي إلا لو بتطق عينك ما رح اعمل لك يا حقير ها هيك كان انا بأرجيك حاجة جاهل حاجة هلا بيلتموا الناس على صوتك يعني ما لك خايفة مني ان شاء الله صدقت حالك انك رجال يعني طيب يا ميسا بتشوفي انا بأرجيك انا رايح قدامك ابي ما رح يصدقك الرسالة وحرقتها والله تلبحت باي انا رايحه زياره تعالي شو بتعمل وين رايحه مو شغلات فله ابوك الجهل على كبر شو بتزن ميسا فهمي انت ليش عم تعملي معي هيك انا شو عامل لي مو عامل لي شي طيب ليش كان عم تمرمريني هالمرمره كلها ليش بدي اجلطك مشان يخلال الجو ان شاء الله نفكر انه ما كان لي علاقات من قبلك وان شاء الله نفكر انه ما راح يكون لي علاقات من بعدك لا انت غلطان شباب بدي اعرف ورجال بدي حاكي وعالتليفونات بدي ساوي علاقات مثل ما بدي انا حرة يا حقير فهمت باركولي 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 باركولي
شو؟ طلقتي؟ طلقتي يمليني بقتلي، يمليني بقتلي طلقتي مظلومة أنت، شلون هيك طلقتي؟ تعال يا حبيبتي، قال اتطلقت، قال شو زعلت عليكي؟ نزلوا على الشارع.